الإنقاذ كما نشاهده الآن، التكفل بالضحايا، إبعادهم عن مكان الخطر، والتقليل من حالة الفزع والخوف الموالية، للقيام بعملية التطهير آلياً عبر المراحل الثلاث. تتشرف الجزائر باحتضان هذه التظاهرة المتميزة، وتقدر تقديراً عالياً المبادرة المشتركة بين هيئتنا الوطنية والأمانة التقنية للمنظمة لتعزيز وتطوير القدرات التقنية في مجال الوقاية ومنع الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا. كما تؤكد الجزائر على قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين عن طريق نزع الأسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية. تظل هذه الاتفاقية الوسيلة غير التمييزية الوحيدة التي تم التفاوض بشأنها على الصعيد المتعدد الأطراف، والتي يمكن إعمالها من أجل تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية الموجودة ومنع تطويرها وإنتاج أنواع جديدة قد تزيد من تفاقم تعقيدات هذه الإشكالية وخطورتها على البشرية.